القبيلة الثانية التي تم التفاوض معها قبيلة بنو شيبان أو قبيلة بني شيبان. بعدما خرج من اللقاء مع قبيلة بني عامر بن صعصعة، انتقل إلى مجلس آخر عليه السكينة والوقار. فتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسلم فقال: من القوم؟ قالوا: شيبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي وأمي هؤلاء غرر الناس، وفيهم مفروق، قد غلبهم لسانا وجمالا، يعني هذا مثل زعيمهم المتحدث الرسمي باسمهم، وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر. فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ يعني كم عددكم؟ قال مفروق: إنا لا نزيد على الألف، ولن تغلب ألف من قلة. فقال أبو بكر: وكيف المناعة فيكم؟ اسمعوا للأسئلة. فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقاه، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب. يعني نحن عند لقاء العدو نكون شديدين جدا في الصراع، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد، والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى. يعني نحن نفضل الفروسية على أولادنا والسلاح عن النساء. لعلك أخو قريش؟ يسأل أبو بكر. فقال أبو بكر: إن كان قد بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو ذا. فقال مفروق: إلى ما تدعون يا أخا قريش؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار، فقال: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. فقال مفروق: وإلى ما تدعو يا أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فقال مفروق: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. ثم رد الأمر إلى هانئ ابن قبيصة وهو شيخهم، فقال: وهذا هانئ شيخنا وصاحب ديننا. فقال هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى تركنا ديننا واتباعنا دينك لمجلس جلست إلينا لا أول له ولا آخر لذل في الرأي وقلة نظر في العاقبة، إن الزلة مع العجلة، وإنا نكره أن نعقد على من ورائنا عقدا، ولكن نرجع وترجع وننظر. ثم إذا لاحظ، لم يستعجل شيخ القبيلة، لم يستعجل، قال: نحن لا هناك رجال تركناهم وراءنا نحتاج إلى مشاورتهم. فكانوا لا يصدرون إلا عن شورى. انظر لأخلاق العرب مع غير الإسلام، هم غير مسلمين، ذا كانوا منظمين وعندهم أدوار. ذكرنا مفروق المتحدث الرسمي، هانئ بن قبيصة شيخ القبيلة، ثم المثنى بن حارثة الشيباني الذي أصبح مسلما رضي الله عنه، صاحب الحرب والسلاح. ثم كأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة، فقال: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب فيه جواب هاني ابن قبيصة، في تركنا ديننا ومتابعتنا دينك، وإنما نزلنا بين صريين، يعني جانبين أو مجمعي ماء، أحدهما اليمامة، اليمامة الآن شرق الرياض، والآخر السمامة جنوب العراق. يعني مضارب بنو شيبان
يمتد تقريبا منطقة الخليج العربي أو الإحساء الآن بين شمال الرياض حتى جنوب العراق، هذه مضاربهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذان الصريان؟ فقال: أنهار كسرى ومياه العرب. فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول. وإن يعني نحن من ناحية كسرى نحن ما نقدر له، يعني إذا واحد أخطأ خطأ مع كسرى يدمره. فارس كانت مثل الاتحاد الروسي الحين أو مثل أمريكا، الدولة عظمى في ذاك الوقت. إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعونا إليه يا أخا قريش مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب، يعني ناخذك عندنا وتكون معانا، ولكن نحميك ضد العرب الذين يريدون إذا أكدون كسرى. فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحوار الذي دام فترة طويلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. والله أنتم جماعة صادقين لم تكذبون. وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم ويفرشكم نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقالوا: اللهم فلك ذلك. يعني النبي صدقهم ولكن لم يرغب بأن يحالفهم، لأنهم غير مستعدين للدفاع عن الدين ضد دولة عظمى كدولة كسرى. لنقوم بتحليل هذا النص. أول، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة بني شيبان؟ أول شيء، قبيلة بني شيبان قبيلة محاربة مرهوبة الجانب، يمتاز قادتها بالحكمة والشجاعة، ثم إنها قبيلة منظمة لكل فرد فيها دوره، فهناك القيادة السياسية المتمثلة بمفروق، القيادة الدينية المتمثلة بهانئ بن قبيصة، القيادة العسكرية المتمثلة بالمثنى بن حارثة الشيباني. فقبيلة كهذه جديرة بأن تختار لحمل راية الإسلام. نعم. ومن فقه الموازنات في التحالف على النصرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها لدعوته الزعماء، أن يكون أهل النصرة غير مرتبطين بمعاهدات دولية تتناقض مع الدعوة ولا يستطيعون التحرر منها، وذلك لأن احتضانهم للدعوة والحالة هذه صحيح فيها مصالح ولكن فيها مفاسد كبيرة. فالدعوة تتعرض لخطر القضاء عليها من قبل الدول التي بينهم وبينها تلك المعاهدات، والتي تجد في الدعوة الإسلامية خطرا عليها وتهديدا لمصالحها. وهذا من فقه الموازنات الذي نتعلمه من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المصلحة إن أدت إلى مفسدة عظمى فيجب عدم الإقدام عليها. فمما لا شك فيه أن التحالف مع بني شيبان يحقق للدعوة حماية دون مياه العرب، وهذه مصلحة كبيرة للإسلام، ولكن هذه المصلحة مهددة بمفسدة كبرى تتمثل في نقمة ملك كسرى على الإسلام ورسوله، مما يجعل الدولة الإسلامية الناشئة معرضة لخطر الاجتياح والتدمير، لأن الدول المتغطرسة ترفض أن يقوم بجانبها كيان يهدد مصالحها. وكان رد النبي صلى الله عليه وسلم على المثنى حين عرض عليه حمايته على مياه العرب دون مياه فارس: إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. إن هذه الشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم للتحالف وجدت القوم الصادقين الذين حازوا شرف حمل لواء الدين وبناء دولته، وهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. ففي بيعة العقبة الثانية عندما اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الحماية والمنعة
فقال لهم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم؟ قال له أحد زعماء الأنصار وهو البراء بن معرور رضي الله عنه: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. ولما ذكر لهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الأنصار مخاطر هذا التحالف، قال لهم: إن إخراجه أي رسول الله اليوم مناوءة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أن أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. يعني عندما جاء زعيم من زعمائهم وقال لهم: والله أنتم إذا أخذتم محمد إليكم ستتكالب العرب جميعا عليكم وستعضكم السيوف وستقتلون. كان رد الأنصار قويا حازما، فقالوا كان ردهم قويا مدويا، وقالوا: والله لا ندع هذه البيعة أبدا. فقاموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه جميعا على ذلك. وقد أعلن الأنصار قطع علائقهم باليهود وبكل من حولهم لصالح هذا التحالف، ولكنهم أحبوا أن يستوثقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه تجاه ذلك. فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم: الدم والهدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالبتم. ولم يطلب الأنصار أي منصب أو مطلب مقابل هذا التحالف سوى رضا الله تعالى والجنة.